مرة أخرى يثير قانون الموازنة العامة تصدعات في العلاقة بين السودان والأحزاب السياسية داخل مجلس النواب. تلك التصدعات أصابت علاقته بالإطار التنسيقي هذه المرة، وقد تنتهي بخروج السوداني عن تنسيقية الإطار. هناك بعض الملاحظات والتحفظات على قانون الموازنة، ومنها موضوع العجز والقروض الداخلية والخارجية وقضية جعل الموازنة لثلاث سنوات. هناك تحفظاً أيضاً على الإنفاق في بعض مواد وفقرات الموازنة، وتحفظاً آخر على موازنات المحافظات بتنمية الأقاليم فهي قليلة جداً. يعمل البرلمان على إجراء بعض التعديلات على قانون الموازنة، فهناك إسراف ببعض فقرات النفقات، وهناك تقنين على المحافظات، كما أن العمل جاري على إجراء بعض المناقلات في أبواب الصرف، وهذا من صلاحية مجلس النواب. هناك شبه اتفاق على تبرير قانون الموازنة خلال شهر واحد، ولهذا ستكون هناك جهود كبيرة داخل مجلس النواب من أجل مناقشة الموازنة وإجراء تعديلات عليها باتفاق القوى السياسية.